الأستاذ خالد المشرقي ابن أوصاب نسميه. الحقيقة هذا الرجل مهما تكلمنا في حقه لا نوفيه، رجل قدم ما لم يقدمه أي أوصاب، يعني في خدمة المشروع، محاسب مشروع على طريق حضر جبل المطحن. أستاذ خالد، من خلالكم يعني نتوجه بالشكر الجزيل وبالدعاء لجميع الداعمين والساعين والمتفاعلين جميعا للمشروع، وما هي رسالتك كذا بمختصرة بعجالة للجميع؟ أولا مرحبا بك أخي عبد الرحمن، ونتشرف معرفتك في هذا اليوم الجميل، الشرف والله. وأتقدم بالشكر الكبير لكل الداعمين في هذا المشروع الذين دعموا وساهموا في دعم المشروع. والمشروع مهم جدا بالنسبة لأبناء أوصاب جميعا وبالنسبة لعزلها كلها، فهو يمثل الجسد الواحد، والعزل تعتبر هي مكونات لهذا الجسد الواحد. أنا أدعو الجميع، أدعو جميع المساهمين وأدعو جميع الخيرين إلى أن يتكاتفوا أيضا ولا يتوقفون عن المساهمات، وإنما نريد المزيد من المساهمات، المزيد من التواصل مع أهل الخير ومع رجال الخير في كل مكان، من أجل إنجاز المشروع العظيم الذي يعتبر نواة مجتمعية ولم تقم به أي منطقة في الجمهورية اليمنية سوى في منطقة أصاب، وهذه جهود يشكرون عليها أبناء أصاب بالفعل. شكرا لكم جزيلا. ويا حبذا لو توضح لو في ملاحظة توصل من خلال الفيديو أحيانا من مساهمين أو من تولي، يعني أكيد أنك ملان من كثر أنه في يعني عندك عقشة شباب بالنسبة رسالة كذا على السريع. والله رسالتي، طبعا هناك بعض من توقفوا طبعا عن الدعم، تمام، وهم ما شاء الله عليهم يعني رجال مال مقتدرين، مقتدرين، فندعوهم إلى العدول عن هذا الكلام. يعني الأزمة هي بالفعل أزمة على الناس كلهم، لكن ليست بالشكل الكبير بالذات اليوم داخل الجمهورية اليمنية. بالضبط. فهناك القدرة على المساهمات، يعني ترك المشروع بهذا الوضع، ونحن قد أنجزنا يعني شيء عظيم جدا يعتبر بامتياز، يعني بيعتبر شيء سلبي أكيد. على رؤوس الأموال بالفعل، صحيح وبالذات صحيح، أنهم يعني نعول رجال عليهم، مال، نعول نعم عليهم صحيح. الكثير. وأنا أدعو طبعا من هنا، قلنا مبادرة، يجب على كل شخص أن يختار له شخصيتين تجاريتين، وأكيد ستحظى هذه الشخصيتين التجاريتين باحترام وتقدير. فهناك من بالاحترام والتقدير، وهناك من بالإحراج، وهناك بالمصالح المشتركة، فسيجلب التبرعات من خلال هذا الاستهداف. صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، ووفق الله الجميع، إن شاء الله أنهم موفقين، والذي ما قد ساهم شيء يساهم إن حتى شاء الله، إن شاء الله إحنا نعمل خير. طبعا أيه. أبناء مصر من أفضل الناس طيبة وأخلاقا وسلاما وكل شيء انت بالأمانة، يعني يمكن عرفت الابناء وصاب بالعمق مثل ما يقولوا، إيه عرفت نعم 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 حقيقتهم، فوجدت فيهم الخير، وفيهم ان شاء نعم الله، فيهم الخير، وان والله شاء الله فيهم ان الخير. هذه المبادره او المشروع هذا هو الذي يجسد الجميع. تحياتي لك استاذ خالد وللجميع. شكرا لك، شكرا لإتاحة لنا هذه الفرصة عبد حياك الرحمن. الله.